لحن لنا مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علم. ده بيلحن بجد، ده مسك العود وبيلحن مجنون والله. مكرم مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علم. مكرم فر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. حلوة والله، حلوة والله. يا ممكن نكتب عليها دي، ده ممكن يعملها شرقي كمان بتاع كله ده. لا 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 انت عارف هو عملها، هو بيتكلم المعنى، المغزى بيتكلم عن الحصان. الحصان عملتها معنى البيت ان هو من سرعته بتشوفش، فانت ما بتبقاش متاكد هو رايح ولا جاي. يا دي ملحوظه بصريه يعني، ده خيال الصوره. كجلمودي صخر حطه السيل من علي، يعني هو بسرعته زي ما يكون صخره بتقع من على مع السيل من جبل او تل. فهو عملها رتم بيجري. ترجمتها مترجمها؟ لا، ادونا بيت شعر صعب. لا لا، ان العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. قتلنا دي قتلنا، صغرناش بيقولوا بس صغرناش. أرجوك. إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا. عودة يا جماعة، ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ والله حورون ده ولا مش حورون؟ حورون.